نروح نشوف التقرير التالي. يتحدث عن بداية الدوري. زين، دائما ما نسمع بأن دوري زين السعودي للمحترفين أقوى دوري عربي، وهذا الكلام منطقي للغاية لمن نشاهده من حضور جماهيري كثيف في ظل تنافس القنوات الرياضية على كسب حقوق البث، ناهيك عن الإثارة والمستوى الفني العالي في الكثير من المباريات. ومما زاد حلاوة دوري زين السعودي استقطاب الأندية المحلية للنجوم المميزين على المستوى العالمي والقاري. وفي الموسم الماضي من دوري زين المحترفين كان هناك العديد من السلبيات التي قتلت المتعة والإثارة من موسم طويل وتوقفات لا تنقطع تؤثر على المستوى الفني للفريق بشكل عام وعلى اللاعب بشكل خاص، إلى جانب الأحداث التي تصاحب بعض المواجهات من انتقادات لاذعة للجان وهجوم حاد على الحكام بمناسبة أو بغير مناسبة، حتى أصبح التحكيم شماعة لأي إخفاق أو فشل يتعرض له أي نادي. ومن السلبيات أيضا تداخل البطولات المحلية بشكل غير منطقي، مما يدل على وجود خلل واضح في رزنامة مسابقاتنا، بدليل استمرار مباريات الدوري في جميع أيام الأسبوع على العكس مما يعمل به في العديد من الدوريات الخارجية. كلنا أمل بعودة أفضل لدورينا في الموسم القادم ومعالجة سلبيات الموسم الماضي، والأيام القادمة ستكشف لنا بأي ثوب عاد لنا دوري زين. نشكر الزملاء حامد العتيبي وأحمد بي حسن، هم اللي كانوا فيها. نقول له شو اسمك؟ أعطني اسمك بالكامل. قال لي أحمد بي حسن. نقول أحمد بي حسن يستاهل. بي أبو بندر، بكرة يبدأ الدوري، موسم طويل مجهد، انتم رؤساء انديه ما خدت يعني ما التقطتوا الانفاس. الموسم السابق كان طويل وامتد لفتره، وبعدين على طول شبكه التحضيرات فيه. انتم رؤساء الانديه اللي معروف انه في الوسط الرياضي السنه هذه دفع اموال كبيره وتحركات كبيره، الرائد راح نتكلم عنها بالتفصيل. بكره راح يبدا الموسم، كيف شايف الموسم القادم؟ والله الصراحه يعني من تحركات جميع الانديه اعتقد ان شاء الله ان الموسم القادم بيكون موسم استثنائي، بتكون المنافسة فيه شديدة، بيكون المستوى الفني مرتفع جدا، بحكم أن جميع الفرق بالسنة هذه كلها حضرت تحضيركم يعني من البداية. إن شاء الله ما يكون في توقفات، لأن التوقفات هي اللي كانت يعني هي اللي قتلت متعة الدوري السنة الماضية، كثرة التوقفات. إيش يزعجك في الدوري غير التوقفات؟ والله أنا أكثر شيء طبعا يزعجنا جميعا هو التوقفات، لأن اللاعب يعني لما يكون تكون تكتمل لياقته، تكون ارتفعت لياقته شوي، توقف تنزل لياقة، لأن مهما تمرن اللاعب ومهما لعب ومهما هذا ما تجي اللياقة إلا من المباريات. المباريات هي اللي يعني هي اللي ترفع معدل اللياقة. يزعجك لما يكون أنت فريقك مثلا عدى مباراتين ثلاثة وكسبان وبعدين يجي توقف ويأثر على إيقاع؟ أثر علينا السنة الماضية. السنة الماضية بدينا بداية ممتازة جدا، يعني حصلنا على 10 نقاط من أول 4 مباريات، كنا فقط حنا والاتحاد والهلال الفرق. ثلاث فوز وتعادل. أي ثلاث فوز وتعادل، بعدين توقفنا وجت توقف وأثر. يأثر بالفعل أنت تشعر إنه اللاعبين يتأثرون؟ طبعا يأثر، يعني حتى نفسية اللاعبين، يعني اللاعب لما يجي يلعب أسبوع ويدري إن في نهاية الأسبوع حيلعب مباراة يكون تحضيره أفضل في المباراة. الفوز يجيب فوز؟ طبعا الفوز يجيب فوز طبعا. إيش تسوي أنت؟ كيف تحل المشكلة مثل هذه كرئيس نادي؟ ما أقدر أحل المشكلة، لأن المشكلة مين مشكلة، والمشكلة عندي أنا، والآن اللي أقدر مثلا أحل المشكلة والمشكلة تخص نادي الرائد أقدر أحل المشكلة، لكن المشكلة ما تخص نادي الرائد. فيما يخصك أنت كرئيس نادي توقف الدوري، شلون تحل الموضوع؟ والله العام في التوقفات سوينا معسكر في الإسماعيلية ولعبنا مباريات، يعني هذا. ليش ما تسوون معسكرات داخلية وتلعبون مع الأندية المتوقفة؟ يعني بدل ما توقف تلعب مع الاتفاق، مع النصر، مع الهلال، مع الاتحاد.
والله شوف، ودك انه يكون فيه، بس طبعا المعسكرات الداخليه ما في اي مشكله الا الجو، يعني فقط يعني الجو هو اللي يمنعك من المعسكرات الداخليه. ايضا صراحه الغلاء يعني لا تنسى، يعني احنا عسكرنا اول العام الموسم قبل 3 مواسم عسكرنا في ابها، ودفعنا اكثر مما دفعنا في البرازيل السنه الماضيه وتركيا السنه. كم بالله دفع فرق 50% 20%؟ لا والله يمكن اقول لك يمكن حوالي 40 الى 45% زياده يعني. وهو معسكر داخلي. وانا اتكلم لك بدون تذاكر، يعني ما يعني لا تحسب التذاكر، بينما ان رحلتنا للبرازيل التذكره الواحده تكلفت حوالي 11000 ريال، ومع ذلك المعسكر كان ارخص واطول. فبرضه المعسكرات الداخليه غاليه، يعني ما تقدر تعسكر الا في ابها، الملاعب مياه يعني على ذاك المستوى والسعر غالي. الغلا من وين؟ غلا في السكن؟ في كل شيء. طبعا انت تاخذ باكيج من الاوتيل. طيب خلي اسمعوكم الهيئه العليا للسياحه عشان السواح السعوديين او من يشجع السياحه الداخليه، حتى معسكرات الانديه قاعد يقول لك انه في البرازيل صح. رغم التذكره تفرق كم؟ وتركيا. السنه هذه عسكرنا في تركيا ارخص ايضا من ابها؟ ارخص من ابها. والسنه الماضيه عسكرنا في البرازيل، ومع ذلك دفعنا اقل مما دفعنا فيه. والله هذه رساله صراحه توجه للهيئه العليا للسياحه، كل واحد يقول ما لها دخل، بس حنتكلم هم المسؤولين بعد عن المناطق السياحيه هذه، انه اسعارها تكون في متناول يدي. اذا رئيس نادي يشتكي ايش بيقول المواطن العادي؟ بس ترى الغلاء اللي في جانب السياحه غلاء في المملكه العربيه السعوديه كلها الان، اللي قاعدين نشوفه من غلاء يعني ارهق اهل المواطن في كل علي العليان. علي العليان في هلا، بس هو يدور هالمواضيع يتكلم فيها علي العليان. خلينا نروح نتكلم ابو نايف. الدوري يبدا بكره، الصحافه ايش تحضيراتكم انتم اعلاميين؟ احنا نعتمد على ما يقدمه الانديه ومسؤولي الانديه داخل الملعب وخارج الملعب، يعني تعرف انه احنا لا نصنع الاحداث ولكن نكون مراه للحدث يعني. أتوقع إن شاء الله أنه حيكون موسم قوي جدا. أبارك لأبو بندر على ما فعله في نادي الرائد، وبالفعل أنه نادي الرائد مع فهد المطوع فرق كثير وأصبح رقم صعب في خارطة الرياضة السعودية. نادي الرائد محظوظ كثير بشخصية مثل فهد المطوع حقيقة. شكرا لله يا حقيقة. هذا يعني أبو بندر شيء يعني بنحكي عن الرائد بالتفصيل، ما حنخليه الرائد راح نتكلم عنه بالتفصيل أي. لكن أعتقد الأندية كلها يعني. أنتم عندكم تجهيزات معينة، أنت كرئيس تحرير تجتمع بفريق التحرير أنه والله الموسم الجاي بيبدأ الأسبوع الجاي نحدث هالمعلومات طبيعي هو احنا استعداداتنا كل موسمنا يعني نفس الشيء، ولكن داخل بعد ما تبدأ المنافسات تبدأ نقطة الضوء تتحرح من مكان لآخر. قبل ما رحنا على يانو تقرير مباراة الاتفاق والقادسية، أبو بندر يسلم عليك ذيب الدحيم. الله يسلمك ويقول لك أعزك وأغليك، بس الله يخليك لا تقول موسم استثنائي لأنه هالكلمة يقول سنة نكره كلمة موسم استثنائي يتوقف الدوري نقول موسم استثنائي. لا إن شاء الله هذا سنة من ذيب 10 سنوات وأي إخفاق وأي تغيير في جدول الدوري وأي توقف في الدوري يقول لك اعذرونا هذا الموسم استثنائي. صحيح، وراح نشوف.